وفي كلمته أيضا أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى للحفاظ على الاستقرار في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري مشددا على أن الوحدة والحفاظ على الثوابت الوطنية هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصعوبات الراهنة وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات فما كان مستحيلا بالامس اصبح ممكنا لليوم وما كان من الثوابت في الماضي اضحى في الحاضر امرا قابلا للتغيير ولا سبيل امامنا لمجابهه كل هذه الامور الا بوحدتنا وتماسكنا الوطني فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنيه التي لا تتدخل في شؤون الاخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين